أكيد فرح، تحية للجريح نادر مصلي ولكل جريح من جرحى الوطن. هو مثال حي على الشهادة الحية مثل ما تابعنا بتقرير زميلتنا ميسان حمدان. كثير من الجرحى رغم آلامهم استطاعوا أنه يكونوا مثال حي على قيمة الحياة وقيمة النصر والتضحية في سوريا. أكيد فرح. أكيد سلمى، بدنا نوجه تحيتنا لجميع الشهداء الأحياء يلي مثل ما حكيتي قدموا أغلى شيء بيملكوه. أيضا تحية لبطون الأمهات يلي أنجبوا مثل هالأمثلة من الشهادة والصمود والتضحية. يعني سلمى اليوم حلقتنا فعلا مميزة وخاصة، عم نستذكر فيها صفحات من التاريخ، عم نشوف أمثلة حقيقية عن التضحية. نعم فرح، لأنهم أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر بدمائهم وأرواحهم، نستمد القوة والصمود بوجه كل من أراد النيل من سوريا. فقرتنا لليوم رح نحكي أكيد مع السيدة سلمى يونس وطفليها، وهي زوجة شهيد، الرحمة دائما لأرواح الشهداء وأيضا لروح الشهيد باسل غصة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك يا ست سلمى، ورحمة لروح زوجك الشهيد. الله يرحم جميع الشهداء يا رب. نعم. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. اولا بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم. هي يمكن وقفة عز يلي نحن مو اكيد ما رح نخصها بيوم واحد، لكن اليوم هو يوم لحتى نستذكر معاني البطولة والفداء والتضحية. بالبداية خلينا نحكي عن زوجك الشهيد باسل غصة وتاريخ استشهاده. هو طبعا استشهد بدارية الشهيد البطل الرائد شرف باسل احمد غصة، استشهد بالذكرى زواجنا السابعة، فزف عريس لمرتين. بالمرة الأولى كانت إلي ب2/8/2008، وبالمرة الثانية ب2/8/2015 اختار معشوقته الأولى اللي هي سوريا، وما تردد أبدا ولا لثانية بأنه يقدم روحه فدا للوطن وفدا لكرامة وعزة بلدنا. نعم، يعني الله يرحمه. ومثل ما بنقول دائما، يعني سبحان الله، مع كل ألم كبير بيخلق وبيعطينا قوة وصبر أيضا بحجم هاي الألم. بعد استشهاد الرائد شرف كان في قوة وصبر كبيرة موجودة لحتى تقدري تكملي هالمسيرة وتحملي هالشرف أيضا وسام على صدرك مع اثنين من الأبطال الصغار، الله يحمي لك ياهن، أحمد وحسن. أكيد كان استشهاده فخر لنا، بنرفع راسنا فيه، وأكيد هو ترك لنا ملاكين حلوين مثل ما كان بيحب، وأكيد رح يحملوا نفس الرسالة اللي حملها أبوهم الله يرحمه. أكيد بدنا نقول كمان صباح الخير لأحمد، صباح الخير لحسن، وأهلا وسهلا فيكم. يعني نحن لما بنقول أنه أطفال الشهيد باسل الغصة، أحمد بدك تحكي لنا عن والدك الشهيد، شو هي الذكرى يلي يمكن بعدها معلقة ببالك، أبرز الكلمات يلي أنت بتتذكرها من والدك الشهيد؟ عرفنا عن حالك، قدي عمرك؟ أنا ابن الشهيد باسل أحمد باسل غصة. قدي عمرك أحمد؟ 10 سنين. يعني أحمد حكي لنا، لما نحن دائما كلياتهم بيرفعوا راسهم بوالدك الشهيد، شو بتحس إنه كل العالم عم تهنيكم بهي الشهادة، عم يقولوا دائما هاد ابن الشهيد أحمد، شو بتقول؟ أحمد بيشعر بالفخر. يعني يا ست سلمى دائما هو خجول شوي، دائما الشهادة لها قيمة كتير كبيرة. أكيد. هاي السنوات اللي مرت مثل ما قلتي في 7 سنين من الحرب كانوا كتير قاسيين، ولكن الشهادة عطتكم قوة وفخر. احكي لي عن هاي المرحلة ما بعد استشهاد رائد شرف. ما بعد استشهاد زوجي الله يرحمه كان العبء الأكبر اللي هو ترباية الطفلين، إنه يربوا بدون ما يحسوا بالفراغ اللي تركوا أبوهم. كان لهم الفخر طبعاً، وهنن بيشوفوا حالهم بوالدهم، وكان هذا الشيء دافع لإلهم لأنهم يدرسوا ويجتهدوا ليحققوا أماني اللي كان يحب أبوهم يشوفون فيها. مدام سلمى، مثل ما حكيتي العبء فعلاً كتير كبير، شابين صغار ناطرهم مستقبل إن شاء الله يكون كتير حلو. اليوم شو بتحسي يمكن أكتر شيء ممكن تزرعي فيهم بقلوبهم لهالطفلين حتى لما يكبروا خلينا نقول يكملوا مسيرة والدهم من العطاء والتميز؟ نزرع بداخلهم محبة البلد بالأول، محبة أرضنا وترابنا، محبة بعضنا،
والله يوفقهم يا رب ونشوفهم احلى شباب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الله يسلمك. الله يحمي لك اياهم. الله يسلمك. يعني يا رب. مثل ما شفنا 10 سنين و7 سنين. 7 سنين. هن سنوات كمان سنوات من 7 سنين هي 7 سنوات الحرب على سوريا، في مسؤوليه كثير كبيره اليوم صح. تجاه الام ايضا بتربيه اولادها مو بس ام الشهيد، يعني اليوم كيف عم بيكون خلينا نقول شو عم كيف عم تتعاملي مع الأطفال بغياب طبعا الأب اللي هو عمود البيت؟ طبعا بغياب الأب الأم لازم تلعب دور الأب والأم، ما تنقص أبدا عن أولادها أي شيء، ما تحسسهم بغيابه. طبعا الذكرى موجودة دائما بقلوبنا، وأبوهم زرع بقلبهم محبة البلد وزرع بقلبهم كثير من الخصال الحميدة. هن أطفال خلوقين عم يمشوا بخطة ثابتة على مسيرة والدهم، وإن شاء الله إن شاء الله بيصيروا بأعلى المراتب وبأعلى الشهادات يا رب. إن شاء الله نحن كمان بدنا نضم صوتنا لصوتك، بدنا نتمنى مستقبل رائع لهالملاكين مثل ما حكيتي. أكيد مبين من وجوههم، يعني دائما بيقولوا إنه الشكل جزء كبير من الصفات، فالله يحمي لك ياهم. بدنا كمان نحكي مع حسن. صباح الخير حسن. صباح الخير. عرفنا عن حالك أكثر. أنا حسن غصة ابني الشهيد باسل غصة، عندي 7 سنوات. العمر كله. لما إذا بدك توجه تحية لكل الأولاد يلي بعمرك، توجه لهم كلمة، أنت الله خصك بميزة يمكن كتير من الأطفال ما عندهم إياها، هي أنك ابن شهيد كلياتنا بنرفع راسنا فيه، فشو بتقلهم لهدول الأطفال؟ شو بتحب تقول لكل الأولاد يلي بمثل عمرك؟ حسن لساته بأولى سنينه الدراسية حاليا صف أول. حسن صف أول، شو بيحب يطلع حسن؟ حسن شو بتحب تصير بالمستقبل حبيبي؟ دكتور. دكتور الله يحمي يا رب. وأحمد مهندس. مهندس معماري. مهندس معماري كمان، يعني هذا شيء حلو يمكن أنه هن يفكروا كمان باختصاصات إحنا بحاجتها فعلا بهالأيام، اللي هي يبني سوريا واللي يداوي جراحنا، يعني هي كتير شيء حلو. أكيد هالشيء طبعا تعبتي عليه وبزراعته جواتهم كمان. أكيد أكيد. مو أنا في أكيد بوجود أهلي وبيت حماية اللي بيساعدوني بتربية أولادي، اللي كان لهم فضل كتير كبير علينا. مدام سلمى، يعني إذا بدنا نحن نحكي لما بتقعدي بين أطفالك، شو أكتر شغلة بتستذكريها عن زوجك الشهيد وبتحاولي دائما أنه يحملوها أطفالك يتذكروها دائما تبقى بمخيلتهم لحتى يكبر؟ الشجاعة والشهامة كانت إحدى صفات البطل الشهيد باسل غصة، فهو ما تردد ولا لحظة بتلبية نداء بلده، بتلبية نداء رفاق السلاح. استشهد وهو يحاول تحرير رفاق السلاح، كانوا بحصار، ما تردد ولا ثانية أبدا بتقديم روحه. فهذا الشيء نحن دائما نستذكره أنا وأولادي، شجاعة أبوهم وإقدامه. أكيد. طيب خلينا نحكي اليوم كل أم شهيد إلى رسالة، مو بس لأولادها، رسالة لكل أم سورية اليوم ولكل أيضا أم شهيد وزوجة شهيد، شو بتحبي تقولي له؟ الشهادة هي فخر، فخر ووسام بينوضع على الصدر وبينرفع الراس فيه، وأبدا أبدا ما أنا شيء ممكن بتزعل، الفراق صعب، بس الشهادة فخر لإله وبنرفع راسنا فيها. أكيد. بالنسبة أيضا لأطفالك أحمد وحسن، شو بتحبي توجهي لنا كلمة لجميع الأطفال يلي فقدوا آبائهم، فقدوهم بهي الحرب الصعبة على سوريا؟ بالبداية الرحمة لأرواحهم الطاهرة، وأكيد اللي خلف ما مات، بوجه لهم تحية أنهم يحملوا نفس الرسالة اللي ويكملوا نفس الطريق اللي مشي عليه آبائهم، والله يحمي جميع أطفال سوريا ويرحم شهداء جيشنا البطل، وإن شاء الله بالنصر لجيشنا العربي السوري. آمين يا رب. آمين يا رب. يعني نحن اليوم كنا كتير فخورين أنه حضرتك متواجدة معنا عم بتشاركينا هذا اليوم، وفخورين بكل أم شهيد وزوجة شهيد، وكمان بأحمد وحسن. إن شاء الله يا رب بيكبروا وبيقدروا يكونوا سند لكل حدا محتاج، ويكونوا أيضا نفخر فيهم هن أبناء بطل من أبطال سوريا، من أبطال الجيش العربي السوري. شكرا كتير لوجودك معنا. شكرا لكم، والرحمة والخلود لأرواح شهدائنا الأبطال. أكيد بدنا نشكر وجودك معنا لليوم، الرحمة للشهيد باسل غصة، وإن شاء الله يا رب تشوفي الشمعات، هن فعلا رجال حقيقيين وبتحققي حلمك فيهم. شكرا لكم. شكرا.
شكرا أحمد، شكرا حسن، شكرا لكم. شكرا.